تعالى بقى نروح على فنانه اثبتت نفسها الحقيقه كممثله، مش بس كصوت جميل. يعني مي كساب هي بدأت معانا نعرفها كلنا، مي كساب مطربة، ومطربة صوت رائع وجميل وشجي وحساس ومتمكن وكل الكلام ده، إلا أنه على ما يبدو مي ده تصور وهنبقى نسألها عليه، هي لقت نفسها أكتر في التمثيل. مي واضح أن دمها خفيف بطبيعتها. أنا بتفرج على مسلسل جعفر العمدة، حلو؟ وبتفرج عليه كويس بالمناسبة، ليه بقى؟ لأن أنا زي ما بقول لك، هو أحداث المسلسل في السيدة زينب، وأنا بحب حي السيدة زينب جدا جدا من وأنا طفل صغير، وأحب ستنا السيدة زينب قوي. من ناحية تانية أنا عاجبني التركيبة كده بتاعت المسلسل على بعضها، يعني التركيبة اللي هي ما بين دراما اجتماعية وما بين كوميديا وما بين جد وما إلى ذلك. ومي الحقيقة عاملة دور فعلا حلو، ولا أظن إن في بيت واحد إلا وعجبه جدا دور مي كساب تحديدا في جعفر العمدة خلال هذا الموسم. مي معانا على التليفون، ازيك يا مي؟ ألو. أيوة. أخبارك يا مي؟ الحمد لله. اخبار حضرتك؟ أيوة. انت ايه؟ حضرتك ايه بس، ربنا يخليكي. والله ليك وحشه حضرتك. كبيره والله، والله جدا وانتي جدا. ربنا يخليكي. وبعدين من ايام، من زمان قوي. وغنيتيني في الفرح واكرمتيني وجملتيني. أيوة. ودلعتينا والله. الله يخليك، والله العظيم الله يخليك. يا شكرا رب قوي يخليك. على كلامك الحلو. لا لا خالص، لا والله، لا شكر على واجب ولا شكر على حقيقه، علشان ده بجد. الله يخليك، وكل شكرا. وكله كوم، والخدعه الكبرى اللي عملتيها كوم تاني. الحمد لله الحمد لله. ده حتة حركة. هو أنا أصلا بص، يعني أولا أنا بشكرك جدا على الكلام اللي أنت قلته عليا، وعايزة أوضح لك بس نقطة مهمة عشان أنت قلت هنسألها إيه رأيها. إحنا بس عندنا مشكلة كبيرة في سوق الكاسيت، حصلت بقالها كتير قوي. فكل المطربين ما بقوش يعرفوا، يعني مش لاقيين منتجين ينتجوا لهم أصلا. فأنا والله من خلال برنامجك أهو، يعني أنا طول الوقت بدور على المنتج الفنان اللي يتبنى المواهب ويتبنى موهبة مثلا زيي ويعتبرها مشروعه، لأن احنا كلنا في الوسط ده، أو هتكلم على 90% مثلا منه، كلهم اجتهادات فردية. فإحنا بجد في حاجة لمنتج فنان يبقى عنده خطة للموهبة ويعرف يستغلها إزاي. ما هو لو كنت كملتي بقى، لو كنا لقينا المنتج الفنان من بدري كنا خسرناكي كممثلة يا مي في الغالب. لا والله، فهنا برضو احنا لينا مكسب. يعني انا حابه نفسي جدا ان انا ابقى الممثل، يعني حابه نفسي ابقى المطربه اللي بتمثل كويس، يعني حلو. انا حابه ده قوي قوي يعني، الحمد لله. ونرجع للمشهد اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه، انا قبلت الدور كله عشان المشهد ده، وكنت بقول لاستاذ محمد سامي ان المشهد ده هيبقى سكسي في الشوارع وفي البيوت، مذهل. انا هبقى متاكده ان هيجي لي رد فعل وقتها ان الناس بتسقف في البيوت، وده فعلا حصل. صح صح. لا بس انا عايز اقول لك، عشان برضو انا شخص الحقيقه احب ادي الامور حجمها، مش بس المشهد ده مي، حقيقي المسلسل فعلا في مشاهد كتير ليكي حلوه ان لم تكن كلها. يعني على سبيل المثال، بعد المشهد ده انت طلعتي مع هلا صدقي بقى البيت، عارفه انت يا روى بالتعبير بتاعنا المصري، يعني قاعده عماله تنكشي فيها وتنكش فيكي لحد ما قالت لك وحشتيني يا بت. طبعا ده مشهد جميل إنساني إلى أبعد الحدود ما بين حما ومرات ابنها. هو الصراحة الورق ده في حياتي أنا ما قريتش ورق بالمعادلة الكاملة دي. الورق فيه عدل رهيب لكل الأدوار، يعني أنتوا لسه هتشوفوا تصاعد درامي لبقية الشخصيات الموجودة في المسلسل، وطول الوقت أنت الأحداث شدة وسخنة، وفي تراجيديا وفي كوميديا وفي أكشن وفي مشاهد فيها مشاعر. يعني بصراحة تسلم إيد محمد سامي على الورق ده بجد، هو مهاب طارق طبعا. لا بصراحة المسلسل جميل، كل الناس اللي فيه فعلا حلوة، حاجة بجد. يعني أنا بصراحة مبسوط، وأنا عادة يعني أنا عارف إن أنا كل الناس عارفة عني إن أنا غلس في رد فعلي وفي آرائي وبتاع، بس أنا فعلا مبسوط. ولو شو أنت لسه بتصوروا ولا خلصتوا؟ لا احنا الحمد لله مخلصين من قبل رمضان. إيه ده؟ اللهم صل على النبي. احنا بادئين من شهر 10، وكمان اتأخرنا، يعني اتأخرنا لان معظمنا مرتبط بشغل تاني، فكنا طبعا بيبقى صعب تجمعنا كلنا، يعني ده عطلنا كمان، كان زماننا مثلا مخلصين من شهرين ولا حاجة.
وانتوا كده متعطلين. طب تاتش وود بقى يا جماعه، ده احنا والله كده خلاص، ده احنا كده عدينا هو ده الفلنكات. الصح، خلي بالك يا يوسف والله صح ده الصح. انا معاكي. يعني احنا المفروض نبتدي بدري، انا ضد تماما موضوع ان احنا نفضل نصور في رمضان وانك تخش معكش حلقات. انا في اعمال كتير اتعرضت عليا مكتوب منها حلقتين وثلاثه رفضتها ما عملتهاش، لاني ما اقدرش امضي على سمك في ميه، صح ما اقدرش. ده فالمسلسل تفاوض كان صح. احلى حاجه ان احنا داخلينه معانا كلنا 30 حلقه. الله اكبر الله اكبر. والله فده اللي لازم يحصل، ده اللي لازم يحصل في سوق الدراما في مصر. يعني صح الحاجات الغلط اللي عملناها مثلا سنين فاتت لا نبطل نعملها. مسلسلات تبقى جاهزه 30 حلقه جاهزه، نبتدي نصور من بدري كده عشان ما يحصلش الحاجات اللي احنا الضغوطات اللي احنا بنتحط فيها. والله عندك حق. انا اتذكر كان في مرحله كده المسلسلات بيتم الشغل فيها كان زمان عن طريق ايه، ورقه فيها سطرين. يعني عايز اقول لك ايه، فكره المسلسل يوسف الحسيني يقوم بدور قاتل مأجور، خلاص اشترينا، يلا بقى نبقى نكتب ان شاء الله ربنا يسهل وخلاص. لا ما الاسئله داخلين ينفعش، لحد اخر يوم في رمضان بنصور، وده ما كان اكبر ينفعش. ده غلط. فينا ايوه طبعا اكبر غلط. هو انا بشوف احنا اساس شغلانتنا الورق، فاحنا لازم نهتم قوي 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 الفتره الجايه صح بالورق صح وبالافكار الجديده وباعمال تتهم الناس وتاثر في وجدانهم وفي عقولهم وفي تشكيل عقولهم وفكرهم. لازم نعمل كده. صحيح. انا اشكرك واسلم عليكي، وتحياتي الى زوجك العزيز، الله وكل يخليك سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. الله أكرم وكل المشاهدين طيبين. آمين يا رب. ألف ألف شكر ليك يا مايا، وبالتوفيق دايما. وحقيقي والله المسلسل كمان بالمناسبة مسلسل فعلا دمه خفيف، المسلسل دمه خفيف. يعني خد بالك أنه أنا عجبني بقى حاجة جدا في المسلسل ده، إيه المسلسل مش ده المعتاد بتاع محمد رمضان. يعني محمد رمضان بيحب الأكشن وهو راجل عنده لياقة بدنية وما إلى ذلك، المسلسل ده مش معتمد على كده خالص. مسلسل لطيف اجتماعي جدا، في صراع ما وفي كذا وبتاع والعيلتين وكل الكلام ده، بس في خفة ظل عفوية جدا اظن من الكل، رائعة جدا يعني.